السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فما المقصود بخمرهن؟ هذا جمع خمار، وهو الذي يغطى به الوجه. نعم. والنقاب هو عبارة عن خمار، لكن فيه نقب، فيه ثقب لمعرفة إيش الطريق. قال: ولما نزلت هذه الآية قالت عائشة عند البخاري وغيره: رحم الله نساء الأنصار، قطعنا مروطهن تلفحنا وغطينا وخمرنا وجوههن ولم تبين إلا عينا واحدة. من أجل إيش؟ من أجل الطريق. طيب.